السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نتحول إلى إقليم شيشاوة مع أخينا السي سعيد. السلام عليكم السي الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيداير بخير؟ الله يطول عمرك مولاي. الله يبارك فيك السي الحاج. الدراري كيداير بخير؟ الحمد لله بارك الله فيك سيدي. الله يبارك فيك السي الحاج، كلشي بخير. نحمده تعالى ونشكره. بارك هو أجرك. الله يبارك فيك مولاي. الله يبارك فيك، الحمد لله كلشي بخير. الحمد لله ونشكره، الله يجزيك بألف خير مولاي. الحمد لله، ودعي معنا. يا ربي يا كريم أخويا. الحمد لله كلشي بخير. الله يطول عمرك سي سعيد، الله يطول عمرك. عقلتي عليا ولا لا؟ شوية كنعقل، مشيت للشيشاوة وطلعت مع واحد المجموعة ديال الأحباب وكنحاول نفكر. أييه الشيشاوة أنا جيت من الجاد. يا خويا يا ألف مرحبا، الله يطول عمرك مولاي. كلشي بخير. جزاك الله ألف خير مولاي، الله ينورك بنور الله. ذاك السيد اللي قال لك راه كيقرا ذاك الاسم. اييه دابا عقلت سي سعيد. اييه الوادود، اسم من اسماء الله اللي فيه شي سر من الاسرار. اييه اييه الودود. الودود اييه اخويا فيها الشفا ان شاء الله، راه كان باذن الله من التليفون كيجيب الله الشفا. الله اكبر الله اكبر. آمين. لا إله إلا الله. الحمد لله النية الحمد لله النية الحمد لله. أي سي سعيد نستفدوا منك، كيفاش كتستعمل هذا الاسم الودود من أسماء الله الحسنى؟ لا كنقراها هكا صافي كيجاب الله الشفاء من عنده. يا خويا اقرا لنا جميعا كاع السادة المستمعين كيسمعوا الآن في المغرب وخارج المغرب، شحال ديال المرضى وشحال ديال الفقراء وشحال ديال المنكوبين وشحال ديال المهمومين. إن شاء الله اسم الودود راه اسم عظيم، معنى الودود أن الله تعالى فيه المودة وفيه الرحمة، وقال سيدنا موسى وألقيت عليك محبة مني. أعطى الله المودة حتى أن فرعون ولا داخل الدار ديالو هو طفل صغير وينام في فراشه لأنه كان ربي كيناجي باسم الودود. أي أخويا نحن نسمعوا من كاملين، اعتبرنا نحن كاع مرض كاع مهمومين، وقل هذا الاسم هذا لعل البركات ديالو والنفحات ديالو والأسرار ديالو تنزل علينا جميعا. وحنا عارفين أهل الشيشاوة تما كاين الناس تما طيبين وكاين اولياء الله الصالحين وكاين الاخيار والابرار، ربي يتقبل منا ومنكم اجمعين. الحمد لله سي راه كنقولها يا ربي توكلت عليك، يا ربي توكلت عليك يا رب. يا ربي. كنقول يا رب توكلت عليك، يا رب توكلت عليك، يا رب يا ربي توكلت عليك، اللهم اشفي، انت الشافي انت الشافي انت الشافي انت الشافي. وكنقرا ديك الاسم يا ودود يا ودود انت الشافي انت الشافي يا ودود يا ودود، كيجيب الله الشفاء من عنده. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. لا اله الا الله. يا ودود انت الشافي انت الشافي، توكلت عليك. ما تاكل ما كنتوكل على شي حد ولا سميتو، كنتوكل على الله، الله الواحد. ونعم بالله. الواحد اللي هو اللي الشافي، ماشي لا كنقرا كيجيب الله الشفاء من عنده. الله اكبر اخويا، الله يتقبل يا رب. الله يتقبل سي سعيد. الحمد لله سي الحاج، الدراري بخير كلشي بخير. الله يحفظك اخويا، شكرا لك اخويا، الله يطول عمرك. الله يبارك فيك. الله يكثر من امثالك، شكرا لك على هذه فكره مهمه، وان شاء الله نورتينا بها ونورتي الناس اجمعين. ابعد هذا المرض هذا يا ربي يا ربي. يا ربي يا كريم. يا ربي يا كريم، طلب الله تعالى يفرج علينا وعليكم جميعا هذا المرض هذا الوباء ببركة رمضان وصيام النهار وقيام الليل. وحنا سمعنا في وسائل الإعلام ربما أخبار ربما أقلقت بعض الناس في تواجد السلالة الهندية من الكورونا التي ظهرت مؤخرا بالدار البيضاء، وهي سلالة اللي هي مخيفة وسريعة الانتشار والعدوى. ولكن ربي عز وجل كريم ورحمن ورحيم سبحانه وتعالى، نتمسك بحبله المتين
ونسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ عباد الله المؤمنين. وأخونا سي سعيد دلنا على أسرار أسماء الله الحسنى، كل اسم إلا وله سر من الأسرار، كما أن هناك الباسط يستعمل لمن أراد أن يبسط الله له الرزق، يا باسط يا باسط يا باسط، الله يبسط الرزق. وهناك اسم الودود، الودود يعني أن المودة والمحبة من عند الله، إذا أحب الله عبدا ووده ينادي في جبريل، يا جبريل إني أحب فلان، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء، يا أهل السماء إن الله يحب فلان، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. اسم الودود كيجعلك محبوب عند الله وعند الملائكة وعند الخلق أجمعين، حتى الإنس والجن، حتى الجن يحبونك ولا يؤذونك، هذا من فضل الله تعالى على اسم الله الودود. أخونا سي سعيد وهو في إقليم شيشاوة ويعيش في هذا الإقليم الشاسع في خلوة مع ربه عز وجل، ويقول كلمات تبدو بسيطة لكنها عميقة. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعة أغبر، لو أقسم على الله لأبره. كان هناك بعض العباد المؤمنين الصادقين أشعة أغبر، قد يكون إنسان ضعيف إنسان بعيد، ولكن لو أقسم على الله لأبره، تكون قلب طاهر مليء بالإيمان وعنده حسن التوكل، لأن الأشياء تقوم بربها. وفي الحديث أن المرض، لما سأل النبي الكريم ربه: يا ربي المرض ممن؟ قال: المرض مني. قال: يا ربي والعلاج ممن؟ قال: العلاج مني. قال: يا ربي ومحل الأطباء والمعالجين؟ قال: أولئك قوم لا نريد أن نقطع عليهم أرزقهم. فالله رحيم بالأطباء والصيادلة والمعالجين، أراد أن يرزقهم وجعلهم سببا من أسباب الكسب والعيش، وإلا فإن المرض من عند الله والشفاء من عند الله، العطاء من الله والمنع من الله، والنصر من الله والفتح من الله. فربنا على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، له الحكم سبحانه وتعالى، يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق بالأسباب ويرزق بلا أسباب ويرزق ضد الأسباب. ذاكم هو الله ربكم الرحمن الرحيم، ومن أسمائه الودود. فاللهم يا ودود يا ودود، عليك توكلنا وحدك لا شريك لك، وانقطعنا عن كل المخلوقات، لا حول ولا قوة إلا بك، لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة دافعة منك. فاللهم يا رب شافي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، اللهم اغني فقراءنا، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم ارزق كل من كان مدين رزقا حسنا واسعا، اللهم وعجل بالفرج لعبادك المؤمنين. اللهم يا رحمن يا رحيم، وارحم موتانا وموت المسلمين أجمعين، وألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين، واحفظنا من كل داء ومن كل وباء ومن كل علة ومن كل مصيبة، احفظنا بالسبع المتان والقرآن العظيم. قولوا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.